والآن من سكان الرياض، بكالوريوس تنظيم تطوير إداري، ومدير إدارة تمكين التعرف بين المشاركين في دورة تدريب تربوي تطبيقي على التعرف. كل اثنين من الزملاء تعرفوا على موسى يقدم لنا دعم الآخرين. الدورات التي سبق أن أخذها هو تطوير الذات وسياسات العمل والتطوير في مجال العمل، أيضا عدة دورات. الأهداف عنده هو زيادة المعرفة والتعلم وأيضا نقلها بالطريقة الصحيحة إلى الآخرين. من شعاره إذا لم تتقدم تتقادم، ورسالته إلى الجميع الهمة طريقك إلى القمة. يا سلام، شكرا لك، تفضل. السلام عليكم. تعرفت الأخ الأستاذ الكريم، مهندس فهد، أعتبر كويتي، تخصص هندسة معمارية، هندسة عمارة، لديه ما شاء الله شركة مختصة بالتصميم الداخلي والفرش الداخلي، كذلك حاليا لديه شركة مختصة في التطوير العقاري، لديه كتاب دلنا على السوق عن إدارة الثروات. من هوايات السفر والصيد، عضو في جمعيات خيرية، لديه عدة دورات في تطوير الذات وكذلك في إدارة المشاريع للبي ام بي. أهدافه مشاركة في برنامج تدريبي رفع مستوى الكفاءة الشخصية، نقل المعلومات والمعرفة والمعلومات بالشكل الصحيح. شعاره محفز، التعلم قرار وليس خيار، رسالة يود إيصالها لكم جميعا، إذا لم تتعلم كثيرا ستتألم كثيرا. يا سلام، شكرا 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 لك، شكرا لك، تصفيق قوي جدا لكم.